قدموا مجموعة من التمارين داعمة في محور الميكانيك وبالضبط درس الحركة والسرعة. دوك ننتقلوا للتمرين الأول. التمرين الأول السؤال ديالنا هو عرف المصطلحات التالية. إذا كيف تعرفتوا في الدروس ديالكم هناك مجموعة من المصطلحات لتحديد مفهوم الحركة والسرعة. اختاروا من المجنون مجموعة من المصطلحات نحاول ندير لهم تعريف. أول مصطلح هو الجسم المرجعي. الجسم المرجعي هو عبارة عن جسم صلب غير قابل للتشويه، نعتبره في حالة سكون، نستعمله كمرجع لدراسة حركة أو سكون الأجسام. إذا كيف تعرفتوا في الدروس ديالكم، لتحديد مفهوم الحركة والسكون يجب أن نحدد ما يسمى الجسم المرجعي، الذي هو عبارة عن جسم صلب يجب أن يكون غير قابل للتشويه، ويجب أن نعتبره في حالة السكون. إذا هو بالنسبة لنا في حالة السكون. هذا الجسم نحدد من حركة أو سكون جسم آخر بالنسبة له. إذا يكون الجسم في حالة حركة بالنسبة للجسم المرجعي إذا تغير موضعه بالنسبة لهذا الجسم. إذا نحددوا على الموضع، نتحدث عن المسافة الفاصلة بين الجسم المرجعي والجسم الذي نريد دراسة حركته، وأيضا عن الموضع ديالو بالتعبير آخر، أمام، وراء، فوق، أسفل، إلى آخره. إذا يكون الجسم في حركة إذا تغير الموضع. إذا لم يتغير الموضع فبطبيعة الحال الجسم سوف يكون في حالة سكون. إذا انطلاقا من هنا نقدر نقول بأن الحركة والسكون هما مفهومان نسبيان. بتعبير آخر الحركة والسكون يتعلقان بالجسم المرجعي الذي تم اختياره. إذا الجسم يمكن أن يكون في حركة بالنسبة للجسم المرجعي رقم واحد، ولكن في نفس الوقت فهو في حالة سكون بالنسبة للجسم المرجعي رقم اثنان. إذا الحركة والسكون مفهومان نسبيان مرتبطان أساسا بالجسم المرجعي الذي تم اختيار. المصطلح الثاني هو المسار. إذا كيف نعرفه في أثناء حركة الجسم معين فهو يحتل مجموعة من المواضع في مدد زمنية مختلفة. إذا نعرف المسار هو الخط المستمر الذي يصل مجموع المواضع المتتالية التي يحتلها الجسم أثناء حركته. إذا عند حركة الجسم فهو ينتقل من موضع إلى آخر. عند الربط هذه المواضع فيما بينها بخط متصل نحصل على ما يسمى بمسار الحركة. المسار يمكن تصنيفه إلى ثلاث أصناف. مسار مستقيمي، نتحدث عن المسار المستقيمي إذا كانت النقاط كلها مستقيمية أو تشكل مستقيم. مثال مسار كرة أثناء سقوطها. إذا عند سقوط كرة أو جسم معين نلاحظ أن هذا الجسم يسقط بطريقة مستقيمية، إذا نقول بأن المسار فهو مستقيمي. مسار منحني، مسار سيارة سباق في مدار منعرج. إذا عند ما تكون سيارة في حالة حركة في مدار سباق منعرج فإن مسار هذه السيارة سوف يكون عبارة عن مجموعة من المنحنيات، إذا نقول بأن المسار منحني. مسار دائري، عندما نحصل على دائرة مثلا مسار حركة عقارب الساعة أو مسار حركة كوكب حول الشمس أو مسار حركة قمر صناعي حول الأرض. هذه الأجسام كلها لها مسارات دائرية لأن جميع النقاط تنتمي إلى نفس الدائرة. إذا مفهوم المسار هو مفهوم مرتبط أساسا بالحركة، وأيضا المسار يمكن أن يتغير حسب الجسم المرجعي الذي تم اختياره. إذا المسار أيضا فهو مفهوم نسبي. ننتقل للمصطلح الثالث اللي هو حركة إزاحة. إذا كيف تعرفتوا في الدرس ديالكم بأن الحركة أو أنواع الحركة هما نوعان، حركة إزاحة وحركة دوران. نبدأ بالتعريف ديال حركة إزاحة.
إذا نتحدث عن حركة إزاحة عندما تحافظ كل قطعة مستقيمية من الجسم المتحرك بنفس الاتجاه طيلة الحركة. بتعبير آخر، عندما نأخذ الجسم في حركة إزاحة فإن عند رسم قطعة معينة فوق هذا الجسم فإن هذه القطعة تبقى موازية لنفسها في أثناء مسار الحركة، يعني تبقى جميع القطع التي نحصل عليها في لحظات مختلفة متوازية فيما بينها. مثال كحركة مصعد، إذا أخذنا حركة مصعد فإن المصعد عند صعوده نلاحظ أن جميع النقط تبقى متوازية فيما بينها أثناء المسار. حركة الإزاحة يمكن تصنيفها إلى ثلاث أصناف أيضا: حركة إزاحة مستقيمية كيف قلنا حركة مصعد، حركة إزاحة منحنية حركة هيكل السيارة على طريق منعرج، حركة إزاحة دائرية حركة مقصورة عجلة ألعاب الملاهي. إذا أخذنا عجلة الملاهي فإن المقصورة يعني المنطقة التي يجلس فيها المشاركون، نلاحظ أن الحركة ديالها هي حركة إزاحة ولكن هذه الحركة هي إزاحة دائرية لأنها تسكر مسارات دائرية. مصطلح الرابع اللي هو مسافة رد الفعل. إذا كيف تعرفتوا في أخطار سرعة؟ نقسم مسافة توقف السيارة أو الدراجة إلى مرحلتين: مرحلة رد الفعل ومرحلة الفرملة. نبدأ بمرحلة رد الفعل، هي المسافة التي تقطعها السيارة بين لحظة مشاهدة السائق للخطر. تم طبيعة الحال السيارة في حالة حركة في لحظة معينة، سائق يلاحظ أن هناك خطر معين يستدعي أن يوقف السيارة، ولحظة ضغطها على الفرامل. بطبيعة الحال عند مشاهدته الخطر لن يضغط مباشرة على الفرامل لأن كل سائق لديه مدة رد فعل معينة تتغير حسب مجموعة من العوامل، من بينها مدى انتباه السائق ومدى سرعة رد فعله وبين لحظة ضغطه على الفرامل. يرمز لهذه المسافة ب DR distance de réaction مسافة رد الفعل، ويمكن التعبير عنها بعلاقة بسيطة فقط هي DR تساوي V في TR، بحيث DR تمثل مسافة رد الفعل معبر عنها بالمتر، V هي سرعة السيارة بالمتر بار سكوند، و TR هي مدة رد فعل السائق المعبر عليها بالثانية سكوند. إذا العوامل التي تؤثر على مسافة رد الفعل هما عاملين أساسيين: مدى انتباه السائق التي يدخل فيها، هل السائق محترف السياقة أم مبتدئ، هل السائق في كامل قواه العقلية أو مشتت التفكير، والعامل الآخر هو سرعة السيارة، بحيث كلما ارتفعت سرعة السيارة كلما كانت مسافة رد الفعل كبيرة. ننتقل للتمرين الثاني. إذا في هذا التمرين الثاني مطلوب منا الإجابة بصحيح أو خطأ مع تصحيح الجمل الخاطئة. طبيعة الحال هنا غادي نحاولوا نجاوبوا بصحيح أو خطأ ونصحوا أيضا مع تقديم بعض الشرح. تتعلق مسافة الفرملة بالحالة الميكانيكية للسيارة وحالة الطريق وسرعة السيارة. كيف تعرفنا في التمرين السابق قلنا بأن مسافة توقف السيارة تنقسم إلى مرحلتين: مرحلة رد الفعل اللي تكلمنا عليها في التمرين السابق ومرحلة الفرملة. هذه مرحلة الفرملة هي المرحلة الفاصلة أو المسافة الفاصلة بين لحظة ضغط السائق على الفرامل ولحظة التوقف التام للسيارة. في هذه المرحلة هناك ثلاث عوامل رئيسية:
العامل الاول اللي هو الحاله الميكانيكيه للسياره. انت نتكلموا على الحاله الميكانيكيه للسياره، يمكن الحديث عن حاله الفرامل، حاله العجلات، هيكل السياره الى اخره. العامل الثاني هو حاله الطريق، بحيث ان طريق جاف ليست هي كطريق مبللة. إذن في الحالة ديال طريق جاف مسافة الفرملة تكون أقل من حالة طريق مبلل. وأخيرا والعامل الأساسي الذي يتحكم في هذا الشيء كامل اللي هو سرعة السيارة، بحيث كلما كانت سرعة السيارة كبيرة كلما كانت مسافة الفرملة أكبر. إذن انطلاقا من هذا الشرح يمكن القول بأنها الجملة فهي صحيحة. الجملة الثانية، تكون الحركة متسارعة إذا كانت المسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية متساوية. كيف تعرفتوا أيضا في الدرس ديالكم حول طبيعة الحركة، فإن الحركة يمكن تقسيمها إلى ثلاث أنواع: حركة متسارعة، حركة منتظمة، وحركة متباطئة. هذه الأنواع تتحكم فيها هو طبيعة السرعة ولا كيف تتغير سرعة الحركة، بحيث إذا كانت السرعة تتزايد نتحدث عن حركة متسارعة، إذا كانت السرعة ثابتة بتعبير آخر لا تتغير نتحدث عن سرعة عن حركة منتظمة، وأخيرا عندما تكون السرعة تتناقص نتحدث عن حركة متباطئة. إذا انطلاقا من تحليل هذه الجملة يمكن القول عندما تكون حركة متسارعة فإن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة تبقى متساوية. يمكن القول بأن هذه الجملة راها خاطئة، ولتصحيح الجملة يمكن تصحيحها بطريقتين، حنا نختار طريقة واحدة فقط. تكون الحركة متسارعة إذا كانت المسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية تتزايد. يمكن أيضا القول بأن تكون الحركة منتظمة إذا كانت المسافة المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية متساوية. يعني عندنا يمكن القيام بتغييرين، إما نغير متسارعة بمنتظمة، وإما نغير متساوية بتتزايد. طبيعة الحال يبقى اختيار الذي يقوم بتصحيح التمرين. الجملة رقم 3، الوحدة العالمية للسرعة المتوسطة هي الكيلومتر بار أور. طبيعة الحال هذه الجملة خاطئة. الوحدة العالمية للسرعة المتوسطة هي المتر بار سكوند. تلاحظوا بأن السرعة المتوسطة في الحالة العملية يعني في الحياة اليومية ديالنا نعبر عنها بالكيلومتر بار أور. مثلا نقول تسير سيارة بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، لا نقول تسير سيارة بسرعة 15 متر بار سكوند أو 20 متر بار سكوند. لماذا؟ لأن الكيلومتر في الساعة هي الوحدة المتداولة أو الوحدة العملية، بينما المتر في الثانية أو المتر بار سكوند هي الوحدة العالمية. إذا يجب أن يكون لدينا كيفية تحويل بين وحدة إلى أخرى. إذا بالنسبة للمتر بار سكوند لتحويله إلى الكيلومتر بار أور يكفي فقط أن نضرب في 3.6. إذا مثلا إذا عندنا 20 متر بار سكوند بغينا نحولها لكيلومتر بار أور، 20 في 3.6 نحصل على 72 كيلومتر في الساعة. عكسيا تحويل من الكيلومتر بار أور للمتر بار سكوند يكفي فقط أن نقسم على 3.6. إذا هذا التحويل يجب أن يكون بين المعطيات الأساسية عند كل مترشح، لأن غنستعملوه في عدة تمارين. إذن هذا بالنسبة للتمرين رقم 2 اللي كان فيه الإجابة بصحيح أو خطأ عن مجموعة من الجمل. ننتقلوا للتمرين رقم 3، حدد نوع حركة الأجسام التالية. إذن كيف تعرفنا في التمرين الأول، نوع الحركة ينقسم إلى نوعين: حركة إزاحة أو حركة دوران. عرفنا حركة الإزاحة، نعرف حركة دوران في هذا التمرين. إذن نتحدث عن حركة دوران. عندما يكون الجسم في حالة دوران حول محور ثابت، فإن جميع النقاط التي تنتمي لهذا الجسم لها مسارات دائرية باستثناء النقاط التي تنتمي إلى محور دوران فهي في حالة سكون. إذا الأجسام اللي مطلوب منها نتكلم عليها هما اللي عندنا في السبورة،
في الحالة الأولى حركة باب بالنسبة للحائط. إذا كيف تلاحظوا بنا إلى قمنا بتحريك باب أو بفتح باب أو غلقه فإن هذا الباب يتحرك وفق مسارات دائرية. إذا يمكن الحديث عن حركة دوران. حركة مقصورة عجلة الملاعب الألعاب في الملاهي بالنسبة للعجلة تتحدى على هذا الجزء فقط. هذه عجلة الملاهي احنا نتحدث فقط عن هذا الجزء. كيف تلاحظوا إلى افترضنا بأن هذه عبارة عن صور متتالية، هذه القطعة الزرقاء التي تحدد أسفل العجلة تلاحظوا فإنها تبقى متوازية فيما بينها، وهذه الحالة تنطبق على حالة حركة إزاحة. إذن فإن حركة مقصورة عجلة الملاهيب هي حركة إزاحة دائرية. حركة قطار فوق شقة مستقيمية بتعبير آخر قطار يسير فوق سكة مستقيمية، إذا الحركة ديالها تكون بسيطة هي حركة إزاحة مستقيمية. وأخيرا حركة عقارب ساعة أثناء اشتغالها بطبيعة الحال ليست متوقفة هي حركة دوران. تمرين رقم 4 عبارة عن تمرين تطبيقي لمجموعة من المفاهيم التي تعرفتوا عليها في الدرس ديال الحركة والسكون. نسقط كرية حديدية في حوض به ماء ونسجل حركتها خلال مدة زمنية متتالية ومتساوية دلتا تي تساوي 0.04 سكون، وذلك كما يوضح الشكل التالي. إذا عندنا شكل يبين حركة أولى سقوط كرية في ماء في مواضع مختلفة، حيث أن بين كل موضع وموضع توجد مدة زمنية 0.04 سكون. إذا السؤال الأول ديالنا حدد طبيعة حركة الكرية خلال كل مرحلة. إذا تلاحظوا بأن هنا نقدر نتكلموا على مرحلتين، مرحلة أولى اللي هي بين A1 و A4 ومرحلة ثانية بين A4 و A8. إذا هذه المرحلتين سوف نتحدث عنهما. المرحلة الأولى بين A1 و A4 هي حركة متسارعة، لماذا؟ لأن المسافات تتزايد خلال نفس المدة. تلاحظوا بين المسافة بين A1 و A2 أصغر من A2 A3 أصغر من A3 A4. المرحلة الثانية هي بين A4 و A8 هي حركة منتظمة لأن المسافات تبقى ثابتة خلال نفس المدة. المسافة A1 A5 تساوي A5 أو A6 تساوي A6 A7. السؤال الثاني احسب السرعة المتوسطة الكرية بين A1 و A7 بالمتر بار سكوند ثم الكيلومتر بار أور. إذا كيف تعرفتوا في الدرس ديالكم بأن السرعة تنعبروا عليها بالعلاقة V تساوي D سو دلتا T، حيث D هي المسافة ودلتا T هي المدة الزمنية المستغرقة. عندنا D هي المسافة بين A3 و A7، إذا بين A3 و A7. 4 مضروبة في 1.5 اللي هي 6 سنتيمتر، إذا نحولها للمتر هي 0.06 متر. إذا دلتا تي إيكال هو المدة الزمنية دلتا تي هي 4.004 اللي هي 0.16 سنتيمتر. نعوض في العلاقة نجد بأن في هي 0.06 مقسومة على 0.16، النتيجة هي 0.375 متر بار سكوند. طبيعة الحال لتحويلها الكيلومتر بار أور يكفي فقط أن نضرب النتيجة في 3.6 نحصل على 1.35 كيلومتر بار أور. التمرين الخامس وهو التمرين الأخير، تسير السيارة بسرعة ثابتة فوق مسار مستقيمي طوله د تساوي 2.4 كيلومتر خلال مدة زمنية دلتا تي 2 مينوت. السؤال الأول حدد طبيعة حركة السيارة. كيف نهضر على الطبيعة؟ واش هي حركة متسارعة منتظمة أم متباطئة؟ إذا بما أن المسار مستقيمي والسرعة ثابتة، المسار المستقيم انطلاقا من معطيات التمرين والسرعة ثابتة أيضا من معطيات التمرين، إذا يمكن القول فإن الحركة هي حركة مستقيمية منتظمة. السؤال رقم الثاني احسب سرعة السيارة بالمتر بار سكوند. إذا كيف تعرفنا في التمرين اللي قبل السرعة هي V تساوي D سيو دلتا T، حيث D هي المسافة اللي هي 2.4 كيلومتر، نحولها للمتر هي 2400 متر،
و دلتا تي هي 2 مينوت راح نحولوها للسكوند هي 120 ثانيه نعوض نجد بان في هي 2400 مقسوم على 120 تساوي 20 متر بار سكوند اذا سرعه السياره هي 20 متر بار سكوند هذا ما مطلوبش منا نحولوها للكيلومتر بار اور مي في السؤال الثالث غنضطروا نحولوها للكيلومتر بار اور لماذا لان مطلوب منا نجاوبوا هل السائق ارتكب مخالفه ام لا باعتبار ان السرعه المسموح بها هناك خطا بسيط هنا السرعه المسموح بها على الطريق هنا خطا بسيط على الطريق هي 60 كيلومتر بار اور اذا لتحديد هل السائق قام بمخالفه او لا ما نقدروش نديروا مقارنه بين 20 متر بار سكوند و 60 كيلومتر بار اور لان لدينا وحدتين مختلفتين اذا غنضطروا نحولوا القيمه ديال 20 كيلومتر بار اور الى 20 متر بار سكوند الى كيلومتر بار اور دونك لدينا سرعه السياره هي في تساوي 20 متر بار سكوند طبيعه الحال نحولوها لكيلومتر بار اور يكفي فقط ان نضرب النتيجه في 3.6 نجد 72 كيلومتر بار اور اذا بمقارنه القيمتين 60 و72 السائق ارتكب مخالفه لانها تجاوز السرعه المسموح بها اللي هي 60 كيلومتر بار اور اي 72 كبر من 60 نكون هنا انتهينا هذه الحصه ديال تمارين داعمه حول محور الميكانيك وبالضبط درس الحركه والسرعه نلتقي في حصه مقبله ان شاء الله شكرا على انتباهكم الى اللقاء